تنظم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة الدورة 35 لملتقى المسير، وهذه السنة هذا الملتقى يدور حول موضوع مقاولة الغد نحو ممارسات تشاركية، ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة وآنية، ذلك أنه مع التطور التكنولوجي أصبح للعمل التشاركي بعد آخر، ألا وهو البعد الرقمي، سواء في مجال التواصل أو تبادل المعرفة أو المعطيات. والهدف من هذا الملتقى هو التأكيد على أن مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ليست فقط مجالاً للتكوين الأكاديمي، بل كذلك تسعى إلى الانفتاح على مجال المقاولة بشكل عام، وأن تشكل نقطة تلاقي ما بين الطلبة والخريجين من جهة، والمقاولات من جهة أخرى. وملتقى المسير ليس فقط مجال للتوظيف أو التدريب، بل كذلك مجالا لتبادل الخبرات حول مواضيع مرتبطة بالتدبير والتسيير، وذلك انطلاقا من تجارب مختلفة. وتحظى هذه الدورة الحمد لله بمشاركة أكثر من 50 مقاولة وأكثر من 40 مشارك في مجالات وقطاعات مهنية مختلفة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.